وكلاء الاستعمار ألماني تبع سمسار. وكلاء الاستعمار ألماني تبع سمسار. ألمانيا هي هي. ألمانيا هي هي. ستوب بولوشن كانت بالتنسيق مع قوى أخرى دعات التحرك أمام وكالة التعاون الفني الألماني لسبب بسيط، هو الاستعمار الطاقم الإمبريالي الطاقية. بصورة أخرى ثم مشاريع تحاك بقيادة الجي إزاد بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص الهيدروجين الأخضر اللي نعتبروه خطر كبير برشا على توينس. ألمانيا تدعم الكيان الصهيوني، تقريبا 30% من أسلحة الكيان الغاصب تجي من ألمانيا، وزاد وتدعم في الكيان الصهيوني باش يعمل الاحتلال للأراضي الفلسطينية. هي نفسها ألمانيا اللي باش تستعمر أراضي التونسيين فيما يخص الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر اللي نسمعوا بها في تونس. دونك هذا هو الربط ما بين اللي صاير في فلسطين وفي تونس، هو نوع من الاستعمار مخالف اللي صاير في فلسطين، أما هو زاد استعمار طاقي لخدمة مصالح أوروبا الطاقية وألمانيا خاصة. احنا جينا لأننا نعتقد أنه وزارة الطاقة والمناجم مش هي اللي تصدر في الاستراتيجيات التونس الطاقية، وإنما وكالات الاستعمارية ممثلة في جي زاد وغيره هما اللي يقودوا في الاستراتيجيات الطاقية في تونس، ومش لخدمة مصالح تونس. نعرف تونس عندها عجز طاقي كبير برشا، عندها عجز غذائي برشا، مع ذلك هما قاعدين يرتهنوا في أراضينا، يرتهنوا في مواردنا المائية خدمة لمصالح أوروبا الطاقية، خدمة لحاجيات ألمانيا الطاقية. خطنا واضح ومبادئنا واضحة، خطنا ضد كل أشكال الهيمنة والاستعمار. اليوم هو ذكرى اليوم العالمي للشبيبة المناهضة الإمبريالية. اليوم لقينا أنه جايزة تتقطع فيها أولاً الإمبريالية الألمانية، الرأس مال الألماني، اثنين التطبيع مع الكيان الصهيوني والدعم للجرائم متاعه في قطاع غزة، وثلاثة تصير السياسة الطاقية لتونس، لأنه كل المشاريع اللي قاعدة تعمل فيهم سلطة الإشراف سواء لتم المخطط الشمسي التونسي ولا لتم الهيدروجين هي ممولة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني. ما لقيناش خير من هالبلاصة هذه باش نعبروا عليها على موقفنا نحن كجامعة عامة وكفعاليات. نحن ما تعنيناش شراكات مع الاتحاد، هذه الشراكات الوهمية اللي جابت لنا كان البؤس والدمار ما تعنيناش. تصور أنت 200 مليون متر مكعب ماء، اي مياه شرب نتاع اكثر من مليون تونسي، العباد تقول لما نحن ديما ناخذوا بالحد الادنى، اكثر مياه شرب تاع اكثر من مليون تونسي في بلاد فيها العطش باش نصدروا لالمانيا. علاش باش سي الالماني يخدم الكهرباء نتاعو؟ وجودنا احنا كحركه طلابيه نعتبروها معناها اسناد الحراك الشعبي، نحن جزء لا يتجزا من الحراك الشعبي، وذي احد معناها شعاراتنا المركزيه في منظمتنا الاتحاد العام لطلبه تونس. اليوم تواجدنا بالاساس من اجل مناصره كل قضايا العادله، قضايا تحرر وطني وعلى راسها القضيه الفلسطينيه، القضيه البوصله والام. اليوم نحن متواجدين كانحيازنا التام لقضايا الشعوب تحرر الوطني، وانحيازنا للفئات المهمشه والكادحه، وبطبيعة نراو أنه شبابنا في تونس هو معني بالنضال هذايا، معني بالنضال ضد المؤسسات الاحتكارية اللي غرقتنا في الديون، واللي يعتبر هذايا أداة وسلاح للإمبريالية من أجل فرض التوسيع متاعها وفرض سلطتها في المستعمرات وأشباه المستعمرات. احنا بطبيعة نراو الخطوات الأساسية وأساليبنا يعني في نضال ضد المشاريع هذه هو أنه ننشر بطبيعة الوعي بينات الطلبة، نحاول نعرفه ونحاول نوصله للطلبة لماكسيموم بوسيبل المعلومة بأنه الجمعيات هذه متورطة في ومشاركة في الإبادة. ألمانيا هي هي، ألمانيا هي هي.